واقول ان في ثلاث تصورات محدده هي اللي بتقود الصراع حول ازاي تشكل رد الفعل او تشكل رد الفعل في ازمه سد النهضه. اولا ازمه سد النهضه دي ازمه عميقه وازمه مركبه. في الازمات العميقه والمركبه دائما هناك يعني ايه تدرجات وتعرجات وحاجات ماشيه وحاجات طالعه وحاجات نازله. يعني الازمه العميقه والمركبه والمعقده هي ازمه مش بسيطه. يعني ايه؟ يعني هي ما تقدرش تقول هي ما يطلق عليها نون لينير. بمعنى ايه؟ ان انت ما تقدرش تقول تعمل خط مباشر للكوزنت افكت او خط مباشر للفعل ورد الفعل. وبالتالي في بقى العاب منورات وفي العاب حاجات والكلام ده. خليني اقول بس المبدا ده المقدمه دي علشان نقول بصراحه يعني ايه عندنا ثلاث مواقف كبيره هي بتصير. عندنا حاجه اسمها الموقف الايديولوجي اللي هو يبقى ايه مصر اولا مصر ما اعرفش ايه كلام ده. ده موقف ايديولوجي واضح. في موقف ما اسمه الموقف التعاوني. الموقف الثاني ده موقف التعاوني ان انت في نهر النيل لازم تتعاون مع الدول. وبما انك في نهر النيل انك لازم يبقى في شكل من اشكال التعاون. شكل من اشكال وضروره التعاون. تبقى مشكله الدبلوماسيه ازاي تجد شكل التعاون. شكل من اشكال التعاون الذي يعني يسمح بانك تعمل ما يطلق عليها ريليتيف جينز. يعني ايه؟ يعني انتصار نسبي او جين نسبي او فوز نسبي بالاشياء. ده في التعاون، ده فكره التعاون. وفي الموقف الثالث هو موقف ان انت يعني ان انت في حوالين الهيمنه. انت بتقول والله الصراع هو صراع حول الهيمنه. وبالتالي في كل موقف من الثلاثه دول بيقول لنا سيناريو، بيقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، وبالتالي نعمل يعني ايه المتطلب في كل سيناريو. نقول بقى على السيناريو الاولاني عشان بس نبقى واضحين ان احنا داخلين في مساله معقده، مش داخلين في مساله سهله. مش مساله سهله. طبعا الموقف الايديولوجي ده موقف انا سميه ايديولوجي، ممكن حد تاني ما يسموش ايديولوجي، لكن هو يعني في جوهره ايديولوجي. هو موقف يرى ان مصر لها حقوق تاريخيه وان هذه الحقوق التاريخيه لابد من الحفاظ عليها مهما كان تغير الجو، مهما تغير التغير الدولي، ومهما كان هناك اي شيء في العالم. مصر سيده، مصر والاغاني المصريه وما اعرفش ايه، واغاني عبد الناصر واغاني الكلام ده بتاع الشرق، لو ما فيش الشرق يعني هتقوم الكلام ده. بمعنى ان انت بتقود حرب ايديولوجيه. بتقود حرب ايديولوجيه، بتشحن الناس من اجل الحرب الايديولوجيه. بصرف النظر بقى ان الحقوق ان ممكن في اطار الايديولوجيه دي في بعض الحقوق. لكن انت بتصيغها صياغه عامه. يعني طبعا هتلاقي في جوه الموقف